اليوم ان شاء الله غادي نديكم الاول مهرجان غادي يكون في الصين، ولكن هذا المهرجان هذا غادي يكون كيف حالك ديال دوك البازارات اللي حنا في مراكش، في سوق الحاد، في صويره، في تارودانت. ولكن هذا المهرجان هذا اللي غادي نلخص نقدر نقول انه الاكل، البازار، الحلويات، الثقافه، تاريخ والحضاره. ويلي 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 والله الا اقسم بالله الا تستر هذا خرج بوحدو. دابا غادي نكون في الوسط ديال هذا المهرجان هذا، وغادي نمشي لاول محل اللي غادي يبان لي من ديالي اللي عنده شي بلان بحال هكا داك ستي ديال هاري بودر شي حاجه بحال هكا. المهم غادي نمشيو غادي نشوفو اي حاجه غادي تبان لكم في هذا المهرجان هذا. غادي تعرف انه غاليه بزاف هذه الكارطاب. دابا غادي تقيسو غادي تحرق يديك، ولكن الديزاينات ما شاء الله خيالي اللهم بارك. دابا واحد السؤال اللي عندي انا هو هل يسمح لي انه نصور هاد البارتي ضربوا لي هاد الاوتفيت هادي؟ ولكن شوف اش غادي ندير، غادي نقيس باش نشوف الكاليتي. والله الا الكاليتي مزيانه بالله، وين الوالد والله الا الوالد عزاز عليه بحال هاد البارتي ديال القطيف. ما عليناش دابا ان شاء الله غادي ندخلوا. هنا كاينين دوك الكرافطات الكلاسيكيين، ما عرفتش نقيسهم ولا لا. هنا نفس الحاجه عاوتاني، عندها التقاشر، عندها الكرافطات، هنا الكومبليات. هاد المحل هذا جاني انه كي بحال قلتي كومبليات داكشي الكلاسيكي لا فان ولا فان، ولكن الا بغيتي شي حاجه كاليتي وتكون غاليه في نفس الوقت بحال داك البلان ديال هاري بوتر داكشي ديال بيكي بلايندرز. لا لا هذه والله الا زوينه بالله ما شاء الله. الله الا والله الا عندها شي بياسات حارين زراواز ريال البارتي هذا تقدر تبيع عليك. ماذا واي قال خير هذا بحال هكا واحد البورتري ودايرين فيه الحوايج وصابغينو. كاين الموتور حتى فوق لي زاكسيسوار. لا والله لا بلان اللهم بارك عندها الصمادي تا هما. المهم غيبان لك انه كلشي كلشي عندها كاليتي حاره، ماشي داكشي اللي تقدر تشري في لي بلاتفورم ديال الشينوا. والله بلا الخوات من الجن. يا سلام والله الا يا سلام بالله. شوف الله دخلت هذه البلاصه هذه، ولكن الجماليه ديال هذا المنظر هذا والله الا تدهشوني. نقدر نقول انه جميل جدا البلاصه هذه مقاده بدون اخطاء. لابان شاندا هاو كان شاندا هاو كان شاندا هاو كان سي 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 هذه البلاصه هذه سما هاو يا يا كي كي هاو كي ثاني حاجه غادي نديرها هي انه غادي نمشي لواحد البلاصه اللي كاينه حدا هاني اللي تا هما عندهم شي بارتي في الشكل اش كيداش كدا نزل خيرين. هاد البلان هذا تقدروا ديروا انت ولادك هنا فلاشينغ بحال هكا دي اي واي ولا شي بحال هكا، كيكون عباره على الطين ولا شي بلان بحال هكا. الثمن ديال البارتي هادو هو 138 ارنبي، كيكون عندهم ديزاينات في الشكل تقدر تشري بحال هكا، ولا تقدر تكون انت وشي وليد ديالك وديك الساعات تقادوا هاد البارتي هادو بجوج. المهم بان لي انهم كيوت في شكل، وهذه اول مره غادي نشوف بحال هذا البلان هذا. المهم يعز الخير عندهم حتى الكيسانات هذو، الكيسانات هذو هو اللي هما اللي عجبوني انا، كيعجبوني بحال البارت هذو الشيء اللي كيكون كلاسيك ويونيك وكيكون فيه بحال بحال اتقي ديالنا ولا الطين ديالنا حنا. يا سلام اعجبني. السيده هذه اللي هي مولات البازار قالت لها ودي هذو كاملين راه تقدر تشريهم، قالت لها ودي كتسكاني غير هذا الكيو ار هذا وغادي يخرج عندك حتى الحوايج اللي ما كاينش عندهم في هذه البلاصه هذه. مثلا هنا كتلقى عندهم هذه المعالق هذو راه ليا هذه ما عرفتش تقطع بها الكيكا ولا دايره بحال ديك ديال البنايه. عندها البارتي هذو كي بحال قلت عباره على مواس كلاسيكيين، عندها التويشات هذوك بحال هكا داك الراس اللي كاين في المكسيك ولا ما عرفت هذا كنشوفوها في دوك الافلام ديال انديانا جونز راه ليا هذا ما عرفتش داك الكسندر العظيم ولا شي بحال هكاك. المهم عندها هذو حتى هما اللي قالت لي راه حتى هما تقدر تشريهم، كاينين هاد الصنادق هادو. المهم بحال داك البلان ديال البازارات في مراكش عندنا، عندها ديكورات اخرين هاد الوسط هذا حتى هو عندها فيه بزاف ديال الحوايج. صبر نشوفوا الاثمنه. راه ليا الثمن ديال البارتي هذيك بحال هكا شي شمعه كبيره هو 680 ارنبي. فاش كنت كنمشي لدوك المدن العريقه ولا القديمه هنا في لاشين بحال هكا فروغا جيانكسو حدا هانجو لا حدا هانجو حدا جيانشينغ كنت كنلقى دوك الناس اللي كيبيعوا بحال هكا دوك هاد الاشياء القديمه، ولكن كتلقاهم كيبيعوا بحال هكا دوك الدراهم ديال الشينوا، الوراق ديال الشينوا، شي حاجه بحال هكا، شي حاجه اللي رخيصه. ولكن هادي غادي تكون هي اول مره غادي نحضر شي مهرجان اللي غادي نقول متخصص كاملو 100% في هاد البارتيات ديال البازارات، ولكن ماشي اي حاجه كلاسيكيه ولا ماشي اي حاجه تقليديه في لاشين. لا لا كتلقى داكشي اللي كيكون غالي بزاف لواحد الدرجه لا توصف. داينا واحد البلان ديال الخريف بحال هكا تمشى الله بغيت نقول لك بحال هكا تمشى فوق امازير ولا تبنى شي حاجه وانا لقى هنا. هذه عاوتاني واحد الكليسه، ولكن هذه واقيلا كنظن والله اعلم انه كتبيع دوك البارتيات ديال القصب كل راني اهلا الزين سير لا لا سير واحد جوج بيبي شارك سير بيبي شارك سير ويل غانزون دي غرتال. دابا الناس اللي عايشين في الناس اللي عايشين في كادير غادي يعرفوني كاين بين اي تملول وبين زكان كاين دوك الناس اللي كيقادو بحال هاد البارتي هادو كيقادو دوك الديوره ديال القصاب كيقادو ديك الكراسه ديال القصاب بحال البلان هذا حتى هو كاين هنا. ولكن هاد البارتي هادي دابا تقول لها شحال دايره تقول لك اودا هذاك دايره 1000 درهم جلس فيها
صلاح الدين الايوبي. كل خطوه كتلقى محل، كل خطوه كتلقى محل، يعني يصعب كثيرا انه نوريكم كل شيء، ولكن كنحاول انفيتاو حتى الباكريز اللي كاينين في نواحي ديال الصين. بطبيعه الحال غادي نجربوا دوك الحلويات اللي عندهم، اللي يقدر يكونوا في شكل يقدروا نجربوا ما يقدر. المهم شوف، انا المهمه ديالي عاوتاني اليوم هي نوريكم هذه البازارات، نوريكم هذه البلانات، هذا الماكله راه بطبيعه الحال راه تيلي الماكله هذيك لا نقاش فيها. بالي هذا الشاب هذا هو اللي كيبيع بحال قلتي مختلف الانواع ديال الدونات. This one is chocolate. Dark chocolate. This one is raspberry, blueberry, and raspberry. And blueberry, strawberry. Strawberry, raspberry. كل شيء زوين في الخبازة هذه إلا الأثمنة ديالهم حارين. وده ده ممكن 18, 25, 26 الأثمنة. وأكلة تقود ده ده كيعطوك ميق. مع دابا ممكن بحال هكا كيقول لك انه راه كنستخدموا حنا دوك المواد ديال كغادي نقول الغاليه من ناحيه الدي، من ناحيه الحليب، من ناحيه الكتوشيات كاملين، ولكن فاش كتجي الثمن 18 ارمبي كرواسه صغيره، كرواسه صبر نطلع عليها، كرواسه صغيره ب 23 ارمبي اللي جايبه تقريبا ديك 35 درهم 40 درهم شي حاجه بحال هكا. اوكي شور شور دو يو هاف ات؟ اوكي او ثانك يو. اتس اوكي اتس اوكي ذيس وان از فاين. اوكي هذه ان شاء الله غادي تكون الدونات ولكن بالشوكولاته الاسود. دابا نجربها ان شاء الله. بسم الله نشوف نيت واش كتستحق. خصنا نشوف الثمن ديالها. الثمن ديالها هذه 18 ارمبي. بسم الله. جود 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 جود. مروكو. الحاجه اللي زوينه فيها هو انهم دايرين واحد الكاليتي ديال الحليب اللي زوينه بزاف. داك العجين كتحس انه الطوب 100% ما كتشبهش الحلويات ديال الشناوه. ويتش وان؟ ذيس وان. This one? Yeah, they are the same. They are the same. Okay, yeah, thank you. Divide it into four. Okay, thank you, thank you. Now, would you give any advice? Sure. This one is the chicken and mushroom in white sauce. Okay. Like it's made of like special white sauce. Okay. Which made by me. Okay. Yeah, nice. Actually, I graduate from Le Cordon Bleu Sydney College. That's why your English is good. Thank you. I thought that you are from Hong Kong, you know. No. دابا هادي قالت لك بحال قلتي عباره نقدر نقول انه واحد الشيء دارك فهمت شنو انا نتفاير على الدونات. اوكي اوف كورس اول 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 فور شور فور شور. دابا ان شاء الله نضرب هذا البلان هذا بحال قلتي انه كريسبي بزاف ولكن مقاد من الدجاج ومن واحد لاصوص اللي قالت لي ديالها هي ومن كغادي شامبينيون. بسم الله دابا غادي نجربوه. بسم الله. اقسم بالله الى افضل ماكليت في المخابز الصينيه باكملها. وحق الله الى ديك لاصوص قبل الخيال ديالي هاد البنت هادي تلقات عليها لاصوص ديالها ولكن لاصوص ديالها كان لوكس ديال لوكس ديال لوكس. دابا هادو الدونات دابا جربتهم يعني العجين غادي يكون بحال بحال. راه سيدي غادي نشري وحده من ديك الجهه الاخرى واقيلا. بغيت نجرب هادي ديال القرفه كي بحال قلتي كتكون عباره على فطيره ديال التفاح ولكن بطريقه الدنماركيه. Do you want to reheat for you like yes, yes 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 that would be great. Melt here. Okay thank you. دابا جابوا لي الحليب اتاي نجربو ان شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. كلشي داكشي اللي كيبيعوه هنا لا دابا واحد الشاب حداهم في هذه البلاصه هذه ان شاء الله. دابا غادي نجربوه. بسم الله. المذاق ديالو غادي الناس ديال هونغ كونغ اكثر من ما غادي ديال الناس ديال غواندو وديال تايوان. المذاق ديالو زوين خاطر والله الا خاطر ما عرفتش يبان لكم ولا لا. هذا هو اخطر حليب بالشاي غادي نجربوه في الصين. Thank you. This is your. Thank you so much. Thank you so much. Okay. دمينات تيز مسخت الوالدين باش ديك الساعه انت شريها ودي هذاك الله يضري لك. عطوني الجروب ديالهم قال لي ودي غادي يحلوا هذه المخبزه هذه من دابا لشهر. الفطيره ديال القرفه والتفاح واقيلا قالت لي كيعطيك حتى البارتي هذه اللي بغيتي تعرف المعلومات ديال ما قادر ديك التيشيرت كامل ولكن ما عندنا نسكر بداك الخير. هذه دابا هي ديك الباي ولا الفطيره اللي غادي نجربها ان شاء الله على بركة الله. هذه قالت لي الطريقة الدنماركية. بسم الله بسم الله بسم الله. والله إلا هذه القرميلة خيالية بزاف كي غادي نقول شوها بحال الذهب. والله إلا بحال الذهب زرا لونس ذهبي جدا ما كتحس انها محروقة ولا والو وحتى ما فيهاش ديك النكهة ديال الزبدة اللي كتكون في ديك الحلويات الصينية. المذاق بيرفكت. الكاليتي ديال الحليب وديال الدقيق اللي دايرين هنا بلوس كانه كاين واحد التوازن بين ديك القرفه اللي كتكون حلوه واحد الشويه دردرو فوق ديك لاصوص ديال الباي مع التفاح. والله الا المذاق مثالي. افضل ماكليت فلاشين من ناحيه الحلويات ديال البيكريز هو اللي كيفضل الشاب هذا. نقدر نعطي الغالي 10 على 10. تونجيلو هنا؟ وي اندر ذا بريدج. كل بوندوات ديالها كتشري 10 ب 5 دراهم في المغرب.
ولكن هذا تحطي يديك على شي حاجه تحرقها ودادادا البارتي هذا على قبل البنات الصغار اش كيديروا للدريات الشعر ديالهم زون دغوي ارا لي هذا زويون هذا زويون بالروج ولا اعجبني هاد مينا غادي يكونوا حارين مع الطلقه اللي تير مجهد الله ما بارك ماشي شي كاليتي ديك ديال 10 البوندوات ب 5 دراهم وات ديد يو ستادي ان يس finance and marketing. Oh, so still good. شوف سبحان الله الأقدار كي دايرين هاد السيد هذا قرا في ميريكان ربع سنين في تكساس قال لي قريت الماركتين والفاينانس ورجعت لاشين قلت له ودي واش هاد البارتي اللي كدير زعما كتبيع غير مره قال لي ودي لهاد البيزنس هذا درناه انا ومراتي ودابا راه خدامين فيه فول تايم يعني كيديروه 100% قلت له ودي واش نفعك داكشي اللي قريتي في ميريكان في هاد البيزنس هذا اللي كدير قال لي ودي شي بركه وصافي هادو راه كتلقاهم كلاسيكين تقول لها دابا شحال دايره هاد البارتي هادي غادي تقول لك دايره 27000 ريال ديالنا حنا ولا اكثر كاينين كاع اللي عندهم واصين 40000 ريال 50000 ريال 100000 ريال ولكن والله الا الكاليتي اوفا هادي تصبن الى يوم الدين عجبتني هاد الزرقاء هادي ما عرفنا دايرين شي الثمن هنا او اني هيلب شي سي الناس عاوني يا بنتي عاوني ويلي 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 ضربوا لي على الثمن الثمن هذا دا اقسم بالله الا غادي ليك 160000 ريال ديالنا اش من 160 الثمن غادي تقريبا 140000 ريال ديالنا حنا دابا هاد الاوتفيت هادي ب 140000 ريال ديالنا حنا وهاد الاوتفيت هادي ما عرفتش شنو هو الثمن ديالها حتى هي غادي تكون ساويه تقريبا ديك مليون ولا 140000 ريال يعني الثمن ديال هادي حسم ديال هادي حيت هادي جاتني انه افضل من هادي كاع الناس اللي كاين فلاشين كيعرفوا تشاينا بوست بحال هكا ديال البريد بانك ولا شي حاجه بحال هكا ولكن اغلبيه الناس ما كيعرفوش انه عندها مشروبات تشاينا بوست كدير المشروبات اللي الخيال العلمي الله زادوا هاد البلان هذا صلاة الله زاد البلان هذا ديال المشروبات وغادي نكون واقيلا واحد من اول الاجانب اللي غادي يجربوا هذا البلان دابا ان شاء الله غادي نكون حداهم هنا ارى لي عندهم حتى الايس كريم ولكن انا غادي نجرب عندهم مشروب ان شاء الله نشوف المذاق ديالو كي غادي يكون واش فيه مزيان ولا شي بركه وصافي او ثانك يو واتس ذيس ذيس اي تي تي اوكي ثانك يو سو ماتش اوكي ثانك يو 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 يا يا دي 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 يو يو سيبا واكو جدا واش ما ابو خويا يعني كان اه تيانز انا كاين غير وانا غا تاو اعطيني راه ما عرفت علاش ما قدرتش نخلص يلا صبر نعطيك هذا نشوف هذا الله اه سوق اخي الثمن ديال المشروب هذا هو 18 ار ان بي من مورا ما تشري المشروب ديالك كيعطيوك هاد لاكارت هادي كتمشي ديك الساعات لديك البلاصه وكتستامبيها ولا كدير فيها اي حاجه بغيتي ثانك يو دابا غادي يكون المشروب ديالنا وجد غادي نمشي ليه ها هو داك البلان اللي قلت لكم انه كتجي وكتقاد البوسترات لراسك ولكن غادي ندير والو هذا البلان هذا او غادي نجربوه هنا ان شاء الله تبارك الله من كثرت ما كثير خفت نخوي بسم الله اول مره غادي نشرب شاي لا الحليب اتاي ولكن غادي يكون فيه اتاي اكثر من الحليب غالبا فاش كتشربوه في الطريقه ديال الناس ديال تايوان وديال الناس ديال هونغ كونغ ف كيكون كي غادي نقول كيكون هو حليب وعاد زاد عليه اتاي ولكن هذا اتاي زادوا عليه الحليب يعني هذا اتاي هو اللي كثر اللي كثير فيه اكثر من الحليب ها سي 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 الله يحفظك جاب لي مسكين التلج هذا قال لي ودي خبوي فيه هذا اتاي اللي عطينا عليك كهدية عطوني مساكن هذا المشروب هذا كهدية قال لي ودير اتاي ديال فوشان بسم الله دابا ان شاء الله غادي نجربوا هذا اتاي ديالو فاش شفتو انا في هذه البارتي هذه صحاب لي شي ويسكي ولا شي بحال هكا وانا نقول قلت له ودي ما قال خير قال لي ودي قال لي راه غير اتاي قلت له وصافي تو انا نهضر هذا ماشي مشكل بسم الله بسم الله دابا هذا كيكون عبارة على اتاي وكيتشرب باه بسم الله هذا نقدر نقول عليه انه عادي جدا لعبوا على البراندين لعبوا على التقديم ولكن مذاق كمذاق سامبل جدا عطيني هذه الورقه هذه اللي بحال هكا ديال تشاينا بوست هي غادي تبان لكم هنا تشاينا بوست هذا الباك اللي ودي ديال تما وستامبي راه غادي يعطيك فيها هذاك البلان ديال فوشان يعني دابا غنسكر زعما غادي ندير لكم التناول التناول السيدة اني هاو كوزيدا هي او سي سي اي بدا كتحكيها بحال هكا وزيد هكدا يا هاي ما كيما دابا كتخدم هاد ستامبس هادو حتى تكمل الصوره الله فهمت البلان صبران نزرا هاد الدوش غادي نشري هاد الصوره هادي ولا لا اوكي اربعه
هنا رقم 5 دابا رقم 7 هادي بالك انه رقم 7 زين دابا ولات كتبان اخر وحده اللي هي 8 بيرفكت واتينا very beautiful right اي من ورا مسالي دابا ديك ستامس كامل ديال الفوشن اللي كانت بيضاء ودابا كملنا الصوره ديال تشاينا بوست يعني غادي تاخذ البوستر زين امريكا وغادي تحط هذا البلاصه سيسيري دوس هاي سيسيري سيسيري هذه دابا هي التصويره ديال الفوشن هنا فيها تشانشينغ هنا فيها داليان التنانين ديال زوميا ولا لينا تيان دي وهنا فيها داك البلان كي بحال اللي كتلقاه في غويتشينغ ولا في نان هاي هو غادي يصورني باش نصور حتى انا اوكي بيرفكت سي سي سير الله ودادادا شو دابا هي راه كبيزنس مال الله بلا الخيل يعني كي بحال اللي كان نوع البوسطة ان احنا البريد بنك المغرب قالوا اجي نديروا شي كافي شوب ولا نديروا شي مطعم ونحلوا حتى احنا البراند ديالنا هذه هي داك الشيء اللي داروا دابا هادو ولكن زادوا واحد ذاك غادي نقول واحد المسا اليونيك بزاف علاش حيت تقدر تشري داك المشروب وفي نفس الوقت كدير واحد البوستر ديالك انت المهم تجربه شوف هما هنا ركزوا على التجربه ولكن حتى الفليفر ديال داك الحليب اتاي كان زوينه بزاف هذه واحد السيده بنت تبارك الله كتبي دوك التويشات اللي تقليديين ولا تراديسيونيين الثقافه الصينيه هذه ملي قال البارتي هذه غالبا كيديروا فيها كي بحال كيدير فخر في الشينوا ولا شي بحال هكا المهم كتحطها وكيخرج منها البخور هنا عندها كي بحال قلت الماء عندي النحاس كتخوي اتاي هنا اتاي كديروا هو الاول هنا مثلا اتاي شعره كتحطو هنا وعاد ديك الساعه كتهز البارتي هذه كيكون فيها الماء السخون وكتخوي فيها الفلتر هذا وكيكون عندك اتاي ولكن فين هو الكسخه ديالي ما عرفنا هما الكيسه اللي ما عرفنا هما واقيلا غادي نقولوا هذا يقدر يكون كاس هادو هما الفلوس اللي كانوا في قديم الزمان كتكون فيهم ديك التقبه في الوسط علاش حيت هما فاش كيديروا الخيوط فاش كيكونوا عازين الفلوس هاد السيده هادي تبارك الله بان لي عندها شي مقرش اش غادي نقول دايرين شي 2000 درهم ديالنا حنا ولا ما عرفت 1500 درهم مقرش مقادين من النحاس بطريقه تقليديه ولكن الكاليتي ديالهم مبروج ولا كتبان مزيانه دابا غادي نكون حدا وحده اللي كتبيع كي بحال قلتي بودات وشي باريات كاملين بودات مقادين من الخشب واقيلا هادو كاملين الخشب بحال داك البلان كتلقى في الصويره هادو على قبل ستريس واقيلا كتحيد ستريس هادو حتى هما كيكونوا كاملين مقادين بطرق تقليديه المشاطي هادو كي بحال قلتي المشاطي وهادو هما اللي باش كيشدوا الشعر الدراري هنا في الثقافه الصينيه عندهم هاد البارتيات هادو هما اللي كيديروا في الشعر ديالهم وهادوك بحال قلتي ماساج هادو دابا العنق ديال تسوي دابا على شحال داير هاد القرن هذا تقول لك داير مليون ها هو شي قرن ديال شي طور هذا ولا ما عرف ديالاش المهم ما عيناش هاد الشيء زبيبان دابا غادي نكون حدا هاد البلاصه هادي الوقت اللي ما عرف كيبيعوا التوست ولا كيبيعوا شي خبيب بيز عامر بشي تويشي شي حاجه بحال هكاك المهم طبيعه الحال شوف اصلا تجربات دارتي لا ماكاو تشانتيزانو فود اوكي ذاتس اميزين وات دو يو لايك تو ايت ايش هو شو شو اي فيل ماي باوري ستارتينغ فيش فيش اوكي جيف ات تو مي اوكي ثانك يو قال لي مسكين غادي تسنى 10 ديال الدقائق ما عندنا بزاف ديال الاوردرز حيت داك الخبز كيشدو داك الخبز وكي روستيو فوق الفخر بطريقه يدويه وداك الخبز هو اللي كيدي لهم الوقت كامل وبان لي هنا انه عندهم غير جوج ديال المجامر كان المجمر الاول على قبل الخبز وكان المجمر الثاني على قبل اتاي يعني ضروري غادي خصني نتسنى ولكن ماشي مشكل هذا غادي خصني نمشي لشي قنت اخرى نصور شي بارتي بما توجد الماكله ديالو غادي نرجع عندهم الثمن ديال الوجبه هذه هو 23 دابا ان شاء الله غادي نجربوا هاد لا باتيتا دي سالوتي دي ساندويتش دي شي حاجه المهم قال لهم الناس ديال ماكا ولكن داك الحوت اللي دايرين فيها دايرينو باللمسه ديال الناس الاسبانيه شي حاجه بحال هكا المهم ما عليناش افضل حاجه عجبتني فيه حتى دابا هي هاد الخبز هذا اللي كيكون كريسبي بزاف والله الا سخون ومقرمل بزاف على برواك هاي نيهاو بسم الله المذاق ديالو داير بحال كتاكل شي بوكادوش ديالنا حنا في المغرب كنحس تما طيب شي طروفه ديال الزيتون مع واحد المق ديال البيض مسلوق شي حاجه بحال هكاك المذاق ديالو والله الا زوين بزاف اعجبني كنت انا كنظن انه غادي يكون هاكي بحال شي طون ولا حروش حاجه بحال هكا ولكن المذاق ديالو زوين بزاف هاد التقرميله هادي اللي كاينه في التحت هي افضل ما غنات ام كلثوم فيها واحد السويك كيك ديال الحريق وكتشم فيه حتى ديك الريحه ديال الفخر ولا مدخن شي حاجه بحال هكا زوين بزاف اللي لعب دور مهم في هذا الساندويتش هذا هو هذا الخبز والله الا زوين بزاف والناس اللي ما كيعرفوش ماكاو فراه كاينه في الجنوب ديال الصين كاينه هنا ماكاو وهونغ كونغ بجوج هما تابعين للصين ولكن ماكاو باش مشهوره هي بالكازينوات ومشهوره بالقمر وهاد التويشات كاملين التقييم ديال الكاسكروت هذا ديال ماكاو غادي يكون 8 على 10 هيا بنا ما زالت رحلتنا مستمره هذا الميكروفون هذا خفت الله يطيح ليا يلا هندو حاطين هنا حتى شي مطر اللهم بارك كبار بزاف وكان الموتور هذا اللي دايرين فيه الرموز ديال المحاربي
ديال الصين كيف حالا قلتي دوك الحروب اللي كانوا كيديروا ايامات مونغوليا وديك تشيات كاملين كتبوهم رسموهم هنا على شكل ديزاينات على الماطر هادو. وهذا هو الموتور الثاني اللهم بارك شو قداش تبارك الله نفس الشركه واقيله ولا نفس الديزاين. وهذا هو الموتور الثالث عندهم وهذا هو الموتور الخامس ولا ما عرفت الرابع المهم ما عليناش. هذا هو اخر موتور. هذا عاود ثاني واحد المحل بالي كيقد كل شيء بالخشب والله الا شي ديزاينات ما عمرني شفتهم ما شاء الله. عندهم هاد القليبات هادو حتى هما ديال الخشب ولا شي بارتيات اخرين كي بحال قلتي دوك البارتيات علاش كتحط القهوه غالبا دوك المحلات اللي كيكونوا غاليين ديال القهوه ولا فلوطيلات كيكون عندهم بارتيات بحال هادو كيحطوا عليهم القهوه ولا كرواسه ولا شي بحال هكا. تخيل انه كتشري مشطه ديال الخشب ب 15000 ريال 17000 ريال شي بحال هكا. وهذا عند دوك الاخرين دوك الصغيورين كيديروا تقريبا ديك 100 لا 140 يعني ديك بحال هكدي ديك 3000 ريال ديالنا حنا عندها ب 3000 عندها ب 5000 عندها ب 7000 ولكن باش نخلص على مشطه 15000 ريال ولا 1000 درهم غالي داك الشيء. ودا دا المحل هذا بحال هكدي كيبيعوا لي بورتري كيكون مثلا بورتري بحال هذا البلان هذا وديك الساعه انت كتجي كتكتب فيها اي حاجه بغيتي كتكتب انت ديك الساعه شي قوله ولا شي شي شي, شي رساله اي حاجه بغيتي وكيحطوا عليك هما في الكادر وديك الساعه دا كتحطها في دارك. دابا غادي نكون حدا واحد المحل اللي بان ليا عندهم واحد البلان كي بحال هكدي ستيل ديال الناس ديال هونغ كونغ ولكن في واحد اللمسه ديال الناس ديال تايوان ولكن دوك الفليفرز غادي نوحش شويه الماكاو. المهم هاد البارتي اللي عندهم جمع كل شيء في واحد ودابا ان شاء الله غادي نحاول نقول لها تعطيني وحده. دي 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 او وصلت 28 صباحا اوكي ها اوكي 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 جايو فكرتني الوالده كانت عندها بحال هذه ما عقلش سميت ديك الوجبه اللي كانت كدير بها والله الا كانت كتكون عندها واحد البارتي خاصه في رمضان وفي العراسات ولا قبل شي مناسبه كتكون بحال هكا وكتبان لك الويدار تكارزو ودغيك تدوار زون يخني كارون طال بيكالات الويده كتكون صايقه وسط الصالونه ود هذاك وكيخرج واحد العجين وديك الساعه كتقدم لنا شي حاجه الويده هي كتبقى تدور نص نهار وانا كندير غير ديك قطع سي 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 اشبا دو دي اشبا الثمن ديال هذه هو 28 ارمي. دابا ان شاء الله غادي نجربوا غير ديك البارتي اللي زادت قبل ما نخلطها مع لا كريم. هذه هي ديك اللي زادت بحال النودلز من فاش كانت كدور ديك الماكينه كانوا كيخرجوا حق الله الا فيها المذاق ديال واحد الدقيق واحد النوع ديال الدقيق كدير لنا الويضه في رمضان كنشربوه كيكونوا فيه بزاف ديال الاعشاب وكتخلطوا مع اللبن ولا مع الرايب كتخلطوا مع الرايب ولا مع اللبن اما في الفطور اما في السحور وكنشربوه. الا عرفتاني شي واحد سميتو يخلي عليا في لي كومونتير. المهم هو راه عباره على دقيق مخلط مع الاعشاب والله ما عقلتش باقي كان كيددو به هاد الدغمه هادي فيها كلشي في ملح نقدر نقول انه المذاق ديالها غادي واحد الشانيت الكرواسه هو مذاق كرواسي اكثر ولكن ديك الكريمه هي اللي فيها المذاق ديال الزبده واحد الشويه. المعنى الحقيقي ديال كل دغمه بتجربه وكل تجربه بنكهه هي هادي. غندير واحد البلان كنصوني الوالده باش نقول لها شنو سميت داك الدقيق اللي كديري مع الرايب ولكن ما كتجاوبش. التقييم ديال هذه غادي يكون 8 على 10. الحوايج اللي شفت هنا اليوم والله الا نقدر نقول انهم ما عمرني شفتهم شي بلاصه اخرى كاملهم تراديسيونيل كاملهم كي غادي نقول المعنى الحقيقي ديال الثقافه الصينيه. صبر 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 الوالده كتصوني الوالده كتصوني اما اش كيد ما سولتينيني هو اللي تكارت رمضان عريت كانت انا كرن ياك تفهم عريت كرن تعقل دار اختي داك المريس المريس عرفتي تكارت المريس ما تينينا كرنان والله الا تفكرتوا بالله المريس المريس راستي لينا كورنيشان اي تزني راستي لينا كورنيشان اي دمي نكون يا رنتيني المريس المريس اي عرفنا راستي لينا الزميت اي عرفنا راستي لينا الزميت ولكن ما خمتيني يا كورنان كورنان راستي لينا المنطق كورنان راستي لينا المنطق صافي 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 هو هذاك هو الدم جواب صحيح يلاه كبي حضر با والدم يتجام صح نمسير على الله في الجيش سلم با جواب صحيح. المهم راه جاوباتكم الوالده المريس 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 كنت كنقول والله الا نسيت واش عقلتي داكشي قالت لي الوالده صافي هو هذاك بان لي هذا السيد هذا اللهم بارك عنده شي بريكات كلاسيك لواحد الدرجه لا توصف. شو دابا مثلا هذه البريكه هذه ديال كوكا كولا عنده هذه البريكه هذه عنده هذه البريكه هذه شو هذه بالديزاين الصيني انا مثلا هذه اللي غادي تكون الافضل ولكن عنده البريكات ديال صحاب مالبورو عنده بزاف ديال الاختيارات اللي ما شاء الله الديزاين ديالهم والله الا خيال يا ود هذه هي اللي عجبتني انا جاني الديزاين ديالها بحال قلت الدرابو ديال المغرب الاحمر والخضر وهي اصلا مربعه خضراء ودايرين فيها داك دراكولا في الوسط خضر والله الا تقول غير درابو مغربي على شكل بريكه. دابا غادي تكون الحلقه سالات. المهم غير كليب ما نساوش ديروا سبسكرايب كومنت لايك ودوك توشيات كاملين. شكرا بزاف على الحب الدائم شكرا بزاف على اي حاجه كديروها على قبل هاد لاشين هادي اكون عون ربي ابيس